يلا اطلعي بسرعة قبل ما يجي حدا. يلا على مهلك. رح تقدري تنطي؟ ها؟ رح حاول. قضيت كل طفولتي وأنا عم ألعب هيك ألعاب وكنت دائما فوز. على مهلك شوي شوي. عن جد نطيتي؟ برافو عليكي. يلا هلا اعطيني ايدك وطلعيني لعندك، خليني اجي انا كمان. شو؟ انت خليك هون. معقول معقول؟ ليش انا؟ ليش انا بدي ضلني هون؟ شو هاد؟ انت بشو بتفكري بالضبط؟ بتقولي شي وبعدين بتغيري رايك؟ شو عم تضحكي علي؟ هذا قرار مصيري، نحن ما عم نلعب ونتسلى. كل شي تسلاية بالنسبة إليك. بتمنى تتذكري انه هاد قرارك، انت يلي اخذتي هاد القرار وانا قبلت فيه. واصلا ما كان عاجبني بنوب، وهلا بدك تتراجعي؟ هي مو لعبه لتنسحبي ايمتى ما بدك، اذا انت بتقدري ما فكرتي فيني انا؟ انا بحبك. انا عن جد بحبك. بحبك كثير بكرانت، بحبك. عن جد بحبك. انا كثير بحبك. شو بدي اعمل انا هلا؟ لاكشمي عن جد ما بدك تفتحي الباب؟ انا كمان بدي اطلع. فتح. مرحبا. عم امزح معك، فكر عن جد ما رح افتح لك الباب؟ ايه انا عن جد كنت مفكر انك رح تتركيني وتروحي وما رح تفتحي لي الباب. لانك بتنبسطي لما بتعاقبيني صح؟ المهم انا كبيت عصير عتيابي، هلا بدي روح وغسل العصير وانت انزل لتحت فورا لانه ما فينا نكون سوا. فهمت علي ولا لا؟ انت عن جد مفكرتيني اني ما بفهم ولا شو؟ اكيد فهمت عليكي، اذا اثنيناتنا نزلنا سوا الكل رح يفكر وقتها اني ما سمحت لك تغسلي العصير واني نزلتك معي بالغصب، مو هيك قصدك؟ انا ذكي صدقتي؟ عم امزح يا حلوه، انا عن جد دمي خفيف. المهم يلا روحي غسلي وانزلي لعندهم، انا لازم انزل فورا مشان ما يكشفونا. بس في شغله انا ما فهمتها، مين يلي قفل الباب من برا؟ مرحبا جميعا، وقت المراسم رح يبلش هلا. اكيد جاهزين، نحن خلصنا كل الترتيبات مدام نيلام. كل شي جاهز بس ناطرين لاكشمي. اي صح، وفيكرانت رح يجي ما هي؟ مدام انجانا سالوني وينها، صاير مع شي؟ ما بقى الا توصل. ممتاز. تعو نيها باني. اي مرت عمي. عدو تعي لهون لشوف. يلا عدو هون. ماشي حاضر. شو صاير؟ صار لكم ساعة عم بتحوسوا، منتبه عليكم مفكريني ماني شايفتكم؟